Welcome to Saudi Arabia in Paris. Oh, cool. يقول كل السعودية بتشوفها هنا. Everywhere. There you are in your country. Okay. It's a little Saudi okay. Arabia. Which one? How old is this? That is in 75. This is music of that one. This is Farazan Island. Here it is a camel race. Yes, camel race. سباق الإبل. Merci. هنا غرفة العمليات. Yes. So I have to adjust the color, the balance, and all. كتاب نشر كتاب خلنا نقول كتاب مصور عن السعودية نشر في ذاك الوقت كل شيء عن السعودية يبدأ بلا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو اللي يستاهل إنه يعرض في معارض الكتاب عندنا في السعودية. 168,000. Seriously. 168,000 pictures. هذه التحميض الأفلام القديمة محطوطة هنا في دوسيات تقريبا في كل دوسية 5,000 صورة وعليك الحساب. لا يا جماعة شوف هذا ميناء جدة في 7 ديسمبر 1977. So these notes from 70s. Yes. جدة الرياض. All the kingdom. كل السعودية. I see. ما في عسير الهفوف. جيزان نجران علشان نشوف الصور القديمة كذا. He's behind the king. شفت الملك سلمان. All the pieces you want to see on the web. هذا الملك خالد يا جماعة. هذا الملك فهد. وهنا الملك عبد الله. الفيلم هذا التحميض إلى النسخة الرقمية تمر في بروسس هنا. ثم هنا ثم يودونها للبرينتر للطابعة عشان تطبع لها تقريبا 45 إلى 48 سنة عمرها تو بنحمضها الآن. This for me, thank you so much. So this is ما شاء الله. هذه الملك فهد الله يرحمه افتتاح مصنع التالي. Thank you حبيبي. هذه صورة شهيرة الملك عبد الله هو اللي مصورها. صور تلأبجكتيف لينز. You have wide angle. من السبعينات. هذا خطوط السعودية. الله. هذه طال عمرك يوم جاء السعودية ذيبان هو يطيح له في جو على كيفك جو حر ما ينفع معه فكل الأفلام إذا صورها وطلعها من الكاميرا بتميع من الشمس بتخرب صار يحط فيه قطع ثلج هنا ويحط الأفلام فيها حرارة الثلج يطيب راسك يا مينوزا. هذه شاريها يقول ب28 ريال من أسواق النجمة يا لطيف حتى التاك تاك أنا عندنا سيارات تندث تروح تحت الأرض بيوت تروح اسم الحقبة زمنية ما تدي ما يسويها بروسس المخ. هذا الملك خالد افتتاح مصنع مرسيدس الجفالي ها إن جدة الملك خالد والملك فهد والأمير عبد الله الفيصل. جميع مناطق المملكة العربية السعودية الآن فيها ثورة في التطور والمشاريع السياحية استفيدوا منها لو تحط معرض بسيط يجيبك تاريخ المنطقة من السبعينات. أخذ واحدة للأمير سلطان الله يرحمه. هذه الصورة بالنايف مع سيف وهذه يقول مرة سجنوه ودوه السجن البوليس لقاه في أطراف الديرة. Which city that was that? This happened to me in Asia. عسير yeah. كنت ناوي اجيب جنبيه من نجران بس خفت من المطار وتعرف لكن اشوى اليوم رحنا في محل عربي العود موجود في الشانزليزيه ما قصر محمد فجبنا هديه جميله. Aujourd'hui on a essayé on a l'arabia de l'oud et on a ramené cette le parfum en arabie c'est très 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 bon. يقول العطور في المملكه يعني مره جميلة. عندهم عطورات بأسماء الجبال وهو يهتم بتضاريس المملكة العربية السعودية وجبالها والصحراء وإلى آخره فجبنا شيء اسمه جبل التوباد وله قصة شهيرة في قصة قيس وليلى. Thank you. يقول ما نلمس هذه هدية خيرة مرة. هو تم تكريمه من وزارة الإعلام يستاهل. He said when you die you wish you left some of your remains. In Najran or yes. Wadi Najran. Yeah. Why? Yeah. It is a real love story. Yeah. From child, you know, in Europe, we don't know about desert. Okay. We see films, we see pictures, but we dream. When they proposed me to shoot
development of Saudi Arabia. I said, yes. I had to go to all over the country. But when I came in Najran, mm-hmm. I loved this place. Especially there was all this old traditional house. Mm-hmm. Very nice. والناس نعم يستاهلون نجران وهالكرم وهالسيرة عطرة. Make a book on Najran. And Emir Fahd al-Sidri said yes. Okay. والأمير فهد السيري ذاك الوقت إنه يأخذ له أمر وإنه يطبع أكثر من 4,000 books. 4,000 نسخة. Who is عطران؟ That's a big guy. That's a big one. عطران العطران. Yeah. عطران مترجم ودليله وفي نفس الوقت يسهل الأمور على ال ده ويقنع بعض الناس إنه يأخذ الصور. And just the book was not yet finished. I received a call. He was shot into a marriage ceremony. He got they were dancing, uh-huh. and a machine gun fell on the floor. Da 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 da. Uh-huh. And he got. Oh God. And. And that book, at the last minute, I dedicated the book to his at his name. بس عطران ما قد شافها لأنه هو أرسلها هنا تحمض والكتاب يطبع في سويسرا ويوم جاب يرسل النسخة منه يقول عطران مات في حفل زواج. عطران العطران الله يرحمه ويسكن فسيح جناته إن شاء الله إن عياله وأحفاده الآن يشوفونه. خلوني أحط إهداء للمرحوم عطران العطران صديقي ودليلي. الله. My dream. What I wish is that this old collection, it's about Saudi Arabia. Mm. It would be much better that this collection be in Saudi Arabia. Exactly. ما أجمل الكلام يا جماعة. إنه هذا إرث يتعلق بالمملكة العربية السعودية. أنا أتمنى أن أي مسؤول ممكن له ارتباط أو علاقة بهذا الموضوع إنه يحفظ هذا الإرث ويرجع للسعودية. أي والله سرقنا.